حق عبد الصبور يا عماد. لا يا ابوي انا قاعد لوحدي هنا، انت من اعلى منطق، من اعلى مكان في المنطقه. لا براقب ما فيش، الوضع الحرامي ده ما جاش. ما هي كل المزارعين اللي حوالي برضو يا حاج خايفين، والجبان حقه ضايع يا حاج عبد الصبور. طبعا كل الناس قام حصرك، يكون انا في شلحه غابت؟ لا انا راجل معروف في المنطقه، ما حدش يجي جنب زرعي خالص. طب هيني قاعد لوحدي في مزارع قال اجي اقعد معاك يا اخي. سرقوا البصل بتاعك؟ طب تستاهل، ليه ما تجيش انت تراقب زرعك زي ايه؟ اها قاعد، طب خلي اجي كده. لا يا ابوي ما شايفش حاجه انا. لا انا قاعد للصبح انا. طب انا بخاف. طب الحاج الضوي السبع يا عبد الصبور، عمرك سمعت الحاج الضوي خاف؟ اللي جايبها من شرق لغرب ببيت في القصب؟ طب انا بنام في القصب. طب انا ونايم الديب بيشمشم في وداني، بقوم ابص للديب، الديب بيجري عارفني. خليك براحتك عاد. ماشي ماشي. يا جبنه حرس له زرعه انا، والله الحرامي ما اشوفه بيقلع في ارضك يا شيخ، انا مالي ومالك. هديها مرة ألقم حياة حرامية، قال حرامية دارسة. الحرامي قبل ما يجي عارف زرعة مين الجبان وزرعة مين الشجاع. حرامي اصله فوضى. وقف يا دي طول. يا يا خيال انت بتبلغ علي؟ انا بلغت عليك يا باشا. ايوه مش بلغت عليك في الحكومه؟ انا بتقول لهم يا عبد الناصر بيسرق الزرع؟ انا قلت كذا؟ ايوه دي سمعت الكلام ده. انا يقطع لساني، يقطع لساني برضه حج. انا 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 بلغت عليك. انت جاي ضلك كيف تعمل حارس زرعك مني ولا يا جاي تحارس زرعك مننا؟ لا خالك انا تعبان، باجي يعني باجي هوي نفسي. بهوي نفسي. كيف بتهوي نفسك يا ولد؟ معلش يعني بهوي نفسي. طب وريني حتحرز زرعك كيف مني؟ لا الزرع ده تحت امرك، القمح والبصل والثوم كله تحت امرك. انا انت بتسرقني لك 5 سنين وبشوفك بتسرق، يكون جيتك؟ وليه الكلام اللي بتقوله ديتي بتقول للمزرعين؟ بتقول لهم انا اللي حامي الزرع هنيتي وعبد الناصر ما يقدرش ياجي ياخذي طالما انا قاعد؟ أنا قلت كده؟ أيوة قالوا لي سمعت أنا الكلام ديتي يا باشا، يكون صدى صوت. أنا قلت كده، سمعتني أنا بلساني قلت كده؟ أنا ما سمعتكش لكن قالوا لي ناس قالت لي. طب أبوس على إيدك عشان أنا صاحب مرض، سيبنا أمشي. سيبك تمشي؟ تمشي كيه؟ أه تمشي كيه يا زلمة؟ خد وقف وقف مكانك. طب معلش يا باشا، يعني إذا كان لعفط بكلمتين في الوسع سيبني في الضيق. الله يبارك برضه ذاك سايبك، أسيبك كيه؟ أنا لازم مسخرة عشان اوريك قيمتك. انا انا عمك الله يبارك فيك، عشان عندي القولون وعندي اسهال الله يخليك.
بدك تحزم اول حاجه وريني رقصه ميمون كده. ايه رقصه ميمون داي؟ تحزم الاول ورقص لي رقصه ميمون. رقصه ايه رقصه ميمون داي؟ اوريها لك بدك تحزم. طب سيبني الله يبارك لك عشان خاطر ربنا. ارقص لي رقصه ميمون الاول. حاضر يا باشا. يعني لو رقصتها لك هسيبني؟ لما اشوف بس الاول لو عجبتني. حاضر يا باشا. بتبلغ علي انا؟ انا يا باشا ابلغ عليك انت؟ انا بيعك انت؟ بتقول لي حتحمي زرعك؟ لما اشوفك حتحمي زرعك كيف؟ وريني. لو رقصت هتسيبني؟ لما اشوف بس. طب سيبني لوجه الله. لو وريني الاول. ايه رقصة ميمون ده؟ الليل الليل يا ميمون. الليل الليل يا ميمون. الليل الليل يا ميمون. تمام كده يا باشا؟ تمام تمام كده. انت لسه شفت حاجة؟ عامل لي عجين الفلاحة يا ضوي كده. الله يبارك لك، خالك صاحب مرض انا؟ الله يبارك لك. عشان تحفظ نفسك بعد كما تتكلمش علي. انا هتكلم عليك تاني، انا اصلا زرعتي هبيح، انا الارض هبيح. خلاص يا باشا. خد رايح وين؟ رايح وين الاول؟ لسه احنا ما كملناش. ايه عيال؟ اقعد لسه. وريني عجين الفلاحه كيف يعملوه. عجين الفلاحه؟ كيف يعملوه؟ ايوه ايوه عجن يا ضوي. عجنت يا باشا. عجنت وهالعيش هيتقطع. تمام يا باشا؟ لسه يا ضوي انت شفت حاجه في ليلتك دي؟ طب ابوس على ايدك. خالك انا كبير في السن. بلغ علي انا يا ضوي. حاضر يا باشا. انا يا ضوي اللي ما حدش قدر يمسكني، تاج انت تبلغ علي وعايز الحكومه تمسكني يا ضوي. طب خلاص يا باشا. خد رايح وين؟ تعال لسه. القمح هيدرس. تدرس القمح بتاعك. تمام. وتحمل عربيه كرملي انا غله. تبعتها لي لغايه البيت. لا يا باشا القمح قدامك ودرس انت، خذ الغله سيبني. تمام. انا عندي قولون خالك. تمام يا ضوي. وعينك ما شفهاش بالليل احنا. حاضر يا باشا. لو جيت يا ما حعمل فيك تاني. حاضر. طلع اللي في جيبك يا. طلع اللي في جيبك وري. ايش حاجه خالك، انا لسه قابض المعاش، سيبني لوجه الله. طلع اللي في جيبك وري. حاضر يا باشا. وري. حاضر يا باشا. سيب لي باقي المعاش. وري هات. خذ لك 100 جنيه عيد عيد بها. وري خبر. وري. طيب. يا باشا الله يبارك لك. ابوس ايدك الله يبارك لك. انا خالك صاحب مرض. تعمل سبع علي ثاني. لا يا باشا. طب اديني 20 جنيه. اديني 20 جنيه ولا حاجه. ولا حاجه. وعارف ما اشوف عينك. اقسم بالله لكسر رجلي. حاضر يا باشا. لعلقك في النخل علي. حاضر. تمام. يلا اطلع اطلع. يلا تعمل سبع يا اخوي. عمل سبعة لعبد الناصر يا ضوي. لما اشوفك يا ضوي حتحرس ارضك كيه. يلا هيني خليتك مسخره. لما اشوف عينك عاد لحتاجي تاني ولا؟ ايه جابني انا يا ابوي؟ ما حشر الذكر ولا كتله يا اخي. واعي يا اخي واعي. اخرب بيتك يا عم صبور. يا عم صبور يا عمل السابع بلاد الحرامي ده جلقيني. اول ما اديتها كحه جاب السكه الحديد، خدها جاري شرقه وهيني بجري ورا. ايوه جه. انا ما لحقتش شمسكو اصلا. انا لو مسكته كنت هكسر له رجلي. انا اول ما شافني كحيت جرى جاب السكه الحديد شرقه وطالع ورا. بس سيبني دلوقتي خالك عشان انا صاحب عايز اعمل حمام وهكلمك تاني. جاب السكه الحديد ده، انا ارضي مش جايها بالليل تاني.